أنا اسمي مصطفى عبيد، نازح من ريف حماة الشمالي من كفر زيتا. وهون العالم كلياتها قاعدين امبارح بالليل وجاتنا المي طوفان، ما بعرف منين جاي، من يم حلب وهي كلها المناطق الوادي اجى علينا. طافت البيوت وطافت الأغراض علينا وما ضل، شلنا أطفالنا شير وطلعناها برا البيوت. وما ضل عنا لا شيء نقعد عليه ولا شيء، والعالم كله ليك بيوتها انهدت وبيوتها، أنا ليك هذيك الغرفة المشرق كلها انهدت كمان. ايش نسوي؟ مستنى فرج الله، وما ما عم يفتحوا لنا لا العبارات ولا عم يفتحوا لنا شيء انه هالمي تروح علينا، وما ما حدا عم يطلع فينا يعني خالص.